السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا غاليين. مثل ما عودناكم بتغطية كل جديد في عالم السيارات، جديدنا لليوم للصانع الصيني، نتكلم بالتحديد عن MG. السيارة اليوم موجودة معنا M6 موديل 2021. بنتكلم بهذه التغطية عن كامل المواصفات والميزات اللي موجودة عليها. قبل ما نبدأ هذه التغطية أتمنى منك الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، بالإضافة أعطونا آراءكم وتقييمكم لتصميم MG M6 الخارجي بشكل كامل في خانة التعليقات، ونبدأ تقييمنا للسيارة. طبعا MG M6 من وصولها للمملكة أو لأسواقنا بشكل كامل حصلت على نسبة مبيعات جدا مرتفعة، ولهذا الوقت أو لـ2021 وهي حاصلة على نسبة مبيعات جدا عالية بين منافساتها. طبعا في الواجهة الأمامية جاي الشبكة الأمامي على شكل خلايا النحل، بالإضافة لشعار MG موجود منتصف الشبكة الأمامي وفتحات للتهوية بالأسفل. طبعا جاي فوق شعار MG كأن كاميرا أمامية، لكن ما هي كاميرا هذه. طبعا في البداية يوم إني شفتها قلت يمكنها كاميرا، لكن للأسف طبعا ما هي كاميرا. الإضاءات فل LED بالنسبة للعالي والواطي وليد النهاري، ولا ننسى إشارات الانعطاف كلها LED. جاي حول إشارات الانعطاف طبعا تطعيمات كاربو فيبر، حتى لو إنها ما هي كاربو فيبر لكن ضايفة طابع رياضي لسيارة MG M6 كطابع رياضي. طبعا السيارة تمتلك طابع رياضي بشكل كامل. أسفل الصدام الأمامي جاي جزء أو كت خفيف باللون الفضي، تفاصيلها جدا مهمة وجميلة. الجزء الجانبي جنوط كروم مقاس 18 إنش، وإشارات بمرايات بإضافة لخاصية الدخول الذكي. وأسفل الأبواب أكيد جاي شريط من الكروم، على المقابض أكيد كروم بشكل كامل. حول النوافذ تطعيمات كروم، مشبعينها بشكل كامل كروم في أغلب أجزاء. طبعا الكروم أكيد حافظ لك على نفس القطعة، وبالإضافة لتزيد من جمالية السيارة بشكل كامل، لها عدة فوائد يمكن جبتها من هذه الجهة أو من هذه الجهة، كلها مميزات فيها. الجزء الخلفي ديفيوزر بالخلف وحساسات خلفية، بالإضافة لكاميرا خلفية متصلة أكيد بشاشة أمامية، فتحتين للعادم. طبعا هذه اللي واضحة كلها اكسسوارات، أما فتحة العادم الحقيقية فهي أكيد بالأسفل. أقرب حتى يوضح معكم بشكل أكبر. ما شاء الله تفاصيلها مهمة أو جميلة لأبعد حد، مثل ما قلنا خاصية الدخول الذكي. نفس التفاصيل في الموديل السابق ونفس المميزات. نشوف مع بعض بطاقة الوقود، وبعد كذا نشوف بطاقة المواصفات. بالنسبة لبطاقة الوقود كل لتر بنزين يمشيك 18.6 كيلو، التقييم أكيد ممتاز، بلاس بنزين 95 أكيد بحكم إنها تيربو. على ذكر التيربو خلونا نتكلم عن أرقام المحرك. كأرقام للمحرك 1500 سي سي دفع أمامي، 4 أسطوانات أو 1.5. طبعا كأرقام تعتبر أرقامات جميلة جدا أكيد بدعم التيربو، وهذه بطاقة المواصفات فيها. طبعا جير دبل كلش، تسارع افضل، وتغيير لنمط القياده بشكل او تغيير لنسب الجير بشكل اسرع وافضل، وتسارع افضل اكيد اذا كان دبل كلش. 80,000 الجزء الخلفي جاية داخلتها، أعطونا رأيكم في داخلية MG. طبعا بأخذ لها نظرة كذا،
وش رايكم؟ اعطونا رايكم في خانه التعليقات عن جماليه داخليه ام جي ام 6. هذا الجزء جاي كانه كاربو فايبر بشكل كامل، كروم المقابض الداخليه بالاضافه لي كروم حول المقابض. هذا الجزء جاي جلد بالاضافه زر التحكم في النوافذ، جاي عليه اطار من الكروم. طبعا تفاصيل مهمه يمكن البعض ما يهتم فيها، لكن هذا اكيد تعطيك جماليه اكثر للسياره وتحافظ عليها لمدى ابعد او مدى اكبر. تكايه بالوسط، فتحات تكييف بالخلف، كراسي طبعا كهربائية للسايق بشكل بستة وضعيات، نوافذ كهربائية كلها اوتو. هذا الجزء مثل ما قلنا كأنه كاربو فايبر، مقابض كروم، قفلة مركزي. طبعا هذا بالتحديد مثبت سرعة وغير فون خلف الدركسون. في سؤال دائما يجيني من العملاء، سؤال يحيرني، يا يوسف وش وضعية كرسي الراكب؟ فحتى لا اترك لهذا السؤال مجال يتكرر واحتار فيه بشكل دائم. اكيد تحريك يدوي، طبعا هذه ام جي ام 6 ام 5 بنصورها بعد شوي باذن الله بنتكلم عنها بشكل كامل. صارت عندهم تحديثات جدا جميله في بعض سياراتهم مثل الزد اس. طبعا خلونا ندخل ونشوف داخليه ام جي. شاشه موجود بالطبلون او عدد الرحلات، عصا تحكم بالمرايه بالاناره فيها الاوتو، بيت للنظارة، شماسة فيها مرايات، الجير مثل ما قلنا دبل كلش. تفاصيل الجير او تفاصيل الدبل كلش طبعا تسارع افضل، تغيير اسرع بشكل افضل، حملات اكواب اثنين بالاضافه لبريك الكتروني، اوتو هولد، مساحه تخزين موجوده. هذا الجزء جاي كانه كاربو فايبر. طبعا هنا بامكانك تحط كروت لك او اي حاجه، مساحه تخزينيه ذكيه حتى هذا الجزء. ايرباقات اكيد موجود للسائق والراكب بالاضافه لي ارباكات جانبيه او ستائر جانبيه نقدر نقول، وهذه فتحه السقف. طبعا هذا الخط بشكل كامل جاي كروم بالاضافه لي تطعيمات كاربو فايبر. هذه الشاشه تقريبا 8 انش، المناخ منفصل ما بين السائق والراكب في التكييف، والتكييف تشغيله بالالكتروني او تشغيله بالزر، ومثل ما قلنا مناخ منفصل ما بين السائق والراكب. تحكم بالدركسون بشكل كامل، اوامر صوتيه وتحكم بالميديا، جيرفون خلف الدركسون. الدركسون جاي بشكل جميل باللون الاسود والاحمر كداخليه ام جي 6. بالنهايه اتمنى التغطيه نالت على اعجابكم، لا تنسون اشتراككم بقناه جو اوتوموبيل.
في أمان الله. أتمنى التغطية نالت على إعجابكم. في أمان الله.